أطفالنا الأعزاء في الوطن العربي الكبير، إحنا ثقتنا فيكم كبيرة وبالدور اللي ممكن تلعبوه في هذا الوقت العصيب اللي بتمر فيها دولنا العربية والعالم بشكل أجمع. هذا الفيروس، فيروس كورونا، اللي انتشر بالعالم وانتشر في دولنا وانتشر في بلدنا. هذا الفيروس يحتاج منا إلى جهد كبير إنه نكافحه ونقاومه. هناك العديد من الإجراءات الاحترازية اللي وضعتها الدول، وضعتها الحكومات، وضعتها منظمة الصحة العالمية، اللي يجب إحنا كلياتنا أن نتبع هذه الإجراءات حتى تقينا من شر الإصابة بهذا المرض. إحنا بجامعة الدول العربية والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية حبينا نوجه هذه الرسالة معاكم وإلكم. هذه الرسالة إحنا منعرف أنه دوركم رح يكون كبير، أنه تقدروا تنشروا هاي الإجراءات الاحترازية بين كل الناس اللي بتعرفوهم، بين أصحابكم وولاد صفكم وأسركم، لأنه إحنا ما بدنا ولا حد من أسرنا ولا أصحابنا ولا أولاد المدرس معنا ولا بلدنا أنه ينصاب بهذا الفيروس، لأنه كلنا مع بعض إذا تعاوننا ممكن أنه نقضي عليه بشكل كبير جدا. التعاون أنه نتبع هذه الإجراءات وما نستهين فيها، لأن إجراءات مهمة جدا حتى ما ينصاب حد من اللي منحبهم حوالينا بهذا الفيروس. فإحنا منركن عليكم ومنعرف أن دوركم كبير ورح تقوموا فيه، فإن شاء الله دائما باستمرار ندعي. مرحبا أعزائي جميعا، وبالذات أعزائي الأطفال. نعرف أن البقاء في المنزل والتباعد الاجتماعي عن من تحبون ليس بالأمر السهل على الإطلاق، يتطلب ذلك جهدا كبيرا والكثير الكثير من الصبر، ونأمل أن تنتهي هذه الجائحة قريبا. إليكم بعض النصائح للحفاظ على صحتنا جميعا. كل منا يستطيع أن يفعل الكثير لحماية أنفسكم والآخرين، إذ أن الخطر لا زال قائم. غسلوا اليدين بالماء والصابون، حاولوا ألا تلمسوا وجوهكم، لبس غطاء الوجه حيث يطلب ذلك، ابقوا على مسافة معينة من الآخرين، تواصلوا مع عائلاتكم وأصدقائكم عبر الهاتف أو الإنترنت، وشاركوا أحداث يومكم وما تشعرون به. معظم المدارس مغلقة، لذا تابعوا دراساتكم واستغلوا وقتكم في المنزل لتنمية هواياتكم. قد نكرر اعتماد هذه العادات، إذا التزمنا جميعاً ستنتهي هذه الفترة قريباً. نتباعد اليوم، نتقارب لاحقاً. كونوا بخير أحبائي. بقاءكم في المنزل مساهمة في التقليل من عدد المصابين أو المخالطين للحالات المصابة بمرض COVID-19، وهي فرصة لتطوير المهارات والتوسع في القراءات والرجوع إلى الهوايات من خلال المنزل. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم. إنه لمن دواعي السرور المشاركة بإطلاق مبادرة احكي قصتك مع COVID-19، وهي مبادرة إقليمية تحت مظلة جامعة الدول العربية لتوثيق الانعكاسات السلبية التي سببها فيروس كورونا المستجد على حياة الأطفال. ومع تقليص الخدمات الأساسية المقدمة وصعوبة الوصول إليها وانخفاض التفاعل المجتمعي، تتفاقم المخاطر التي تواجه الأطفال اللاجئين، سواء كانوا منفصلين، مصحوبين أو غير مصحوبين بذويهم. وقد يلجأ بعض الأطفال اللاجئين إلى استراتيجيات تكييف سلبية، خاصة في ظل الظروف الحالية من الجائحة. هذا ويتعرض الأطفال اللاجئين لدرجات متفاوتة من الإساءة والاستغلال والإهمال نتيجة للظروف المتردية، كما يمكن أن يكونوا عرضة للعنف البدني داخل المجتمعات المضيفة طبعاً للفئة العمرية والنوع والاحتياجات الخاصة بهم، بما في ذلك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة. وترصد هذه المبادرة التجارب الناجحة للأطفال في التغلب على الآثار السلبية لهذه الجائحة،
كل الشكر إلى جامعة الدول العربية، والشكر موصول إلى كل حكومات المنطقة العربية لدعمهم المتواصل في توفير رعاية الأطفال اللاجئين. احكي قصتك مع كوفيد 19.